السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني لزوج الباوند دولار ليوم الخميس الموافق 9 أبريل من العام 2020. مثل ما تلاحظون، فشل زوج الباوند دولار من كسر الدعم المتحرك وهو مؤشر المتوسط المتحرك، ونجح المتوسط المتحرك برفع السعر إلى الأعلى بالقرب من منطقة المقاومة العنيدة الماثلة عند 1.24600. ومثل ما تلاحظون، السعر يسير ضمن نطاق عرضي وبشكل عرضي جانبي، مثل ما نلاحظ من خلال مؤشر البولينجر باند. السعر يسير ما بين المقاومة العنيدة الماثلة بين 24600 وما بين الدعم الثانوي الماثل عند 1.22 ألف. وحاليا يحاول السعر مهاجمة منطقة المقاومة العنيدة الماثلة عند 1.24600، وفي حال تمكن من اختراقها فسوف يستهدف السعر كهدف رئيسي عند منطقة المقاومة الماثلة 1.28 ألف. أما في حال أن السعر عاود الهبوط وتمكن من كسر المتوسط المتحرك فسوف يهبط إلى منطقة الدعم الثانوية الماثلة عند 1.22 ألف، وفي حال تمكن من كسرها فسوف يستهدف الهدف الرئيسي الماثل عند 1.20 ألف. إذا لدينا مفاتيح التداول ليومنا هذا هي 1.24600 وما بين 1.22 ألف. في حال تمكن السعر كسر أو اختراق أحد هذه المفاتيح فسوف يتوجه إلى 1.28 ألف في حال تمكن من اختراق المقاومة، وسوف يتوجه إلى 1.20 ألف في حال تمكن من كسر هذا الدعم الثانوي. شاكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا أطيب التحيات.